طيب ايش طموحكم هالموسم؟ يعني انتم مش تفكرون في تسوون هالموسم بس مراكز متقدمه ولا بطاقه اسيويه ولا خطف بطوله؟ والله شوف يعني اي شيء يحصل من هذه ما احنا قايلين لا اكيد كلها معنا، ولكن انت خطط ولكن مع المدرب لما قعدت معاه ايش خططت المدرب السنه هذه اللي هي ثاني سنه لنا، يعني ان شاء الله لازم نكون من ضمن الخمسه الاوائل. هذا هدفنا ان شاء الله السنه هذه، لازم نكون من ضمن الخمسه الاوائل. السنه القادمه اللي هي تعتبر السنه الثالثه هي سنه ان شاء الله اللي بتكون عندكم حصاد. عندك الامكانيات الفنيه انك توصل لهالمراكز للخمسه الاوائل؟ اي باذن الله احنا قادرين ان شاء الله ان نحصل من الخمسه الاوائل باذن الله. في الرائد كان لك اكثر من فتره في رئاسه النادي، ايش الفرق الحين عن السابق؟ لا في فرق كبير جدا. اولا يا طول العمر الان الدعم لا محدود بصراحه، يعني في دعم للرياضه من قبل سمو سيد الامير محمد بن سلمان، دعم لا محدود، فما في عذر لاي شخص انه ما يقدم المستويات المطلوبه منه مهما كان، يعني كل شيء متوفر لك، ما في عندك الا انك تنفذ البرامج الخطط اللي انت راسمها مع اعضاء مجلس الاداره والفريق الفني انك توصل للي انت تطمح له. فاحنا ان شاء الله اكيد انه ما انا اقول لك انه ما احنا ودنا نكون المركز الاول ولا ناخذ كاس الملك، هذه اكيد، بس هدفنا هو من الخمسه الاوائل وان شاء الله بيتحقق.